لادا عاد بقوة إلى السوق العالمي وأكيد السوق اللبناني مع طرازات جديدة. كل تفاصيل هالSUV رح أتعرف عليها بعد لحظات، خلوكم معنا بأوتو فوكس. برحب اكيد بميس هبه ابو الحسن من ريمكو وكلاء لادا بلبنان. هاي هبه، مره جديده انت معنا، اكيد نحكي اكثر عن اللادا اللي عمل كامباك كثير قويه بالعالم خاصه بلبنان. عم نرجع نشوف كثير لادا على الطرقات اللبنانيه، وحتى اللي معه اللادا القديم رجع جدده وعم بيسوقه اليوم بكل فخر. صح، نحن اليوم حنحكي عن اللادا اوربن اللي هو من زمان كان معروف باللادا نيفا، اللي بلش بال 1977 وبعده مكمل لهلا، هلا اكيد تجدد وصار في شوي ديتيلز اكثر. اذا بنلاحظ رح يكون تقريبا نفس الستايل القديم، الشيب القديم، بس مع تجديد بقلبه من الاشياء اللي صارت اكثر الكتريكال، من الاشياء مثلا اللي مثل الاي سي، ورح نحكي ديتيلز اكثر عنه. كل شيء بيزك صار فيه اليوم، كل شيء بيزك صار موجود فيه، ومعروف هو بالاوف رود كار، السياره الكثير قويه الامبيتبل فينا نقول، خاصة على الثلج، خاصة على الثلج. هلا بس نحكي عنه من برا شو في ديتيلز، رح نتطرق لكل كل الديتيلز اللي بتساعد الثلج، اللي بتساعد على الرمل، اللي بتساعد بكل الظروف. على كل حال عم نشوف لوك، اذا بدنا نحكي الشكل الكلاسيكي للادا، بس اكيد بتعديلات حلوه ضافت على الشكل الخارجي له. الناحيه الاماميه اللوك بعده نفسه، بس اكيد صار اكثر اجريسيف، صار في اكثر، يمكن خبرينا بعد شو في. هو اجريسيف اكثر، سبورت تاتش، في سبورت تاتش اكثر. اذا بنطلع فيه، بنطلع مثلا من قدام، في عندك الهالوجين لايتس، في عندك اول داي رانينج لايت، كمان هذا شيء جديد. بنحكي شوي عن الويلز تبعوله، ال 16 انش الوي ويلز. الويلز معمولين بطريقه تساعد كثير على الثلج، يعني مثلا بدك تطلع على الثلج ومنك مضطر تحط جنازير، منك مضطر تعلق، ضربه ارفع من غيره كمان، ضربه ارفع، في قوه عزم مخيفه، تورك، التورك كثير قوي، التورك تبعه، التورك تبعه للاوف رودينج وللجبال وللثلج، يعني بالثلج كثير سياره حلوه بالسواقه. وفي المد جاردز كمان، اذا ملاحظين عن الجوانب، هول المد جاردز للوحل كرمال ما يفوت وحل لجوا على السياره. يعني عاده بيقولوا اللي معه لادا ما ببيعه ابدا، كيف تعال اللي عم يشتري كمان هلا اللادا الجديده، وتصور كمان رح يعني هي السياره بتضل بالبيت دائما. اكيد رح نتابع حديثنا معك اكيد هبه، ننتقل نشوف السياره بلحظه صغيره من جوا، نتابع بعد حديثها عن الانجن ونشوف الديل الموجوده في السياره اليوم بالسوق اللبناني. تعالنا على الداخل مشاهدينا، كل شيء كلاسيكي كمان، مثل ما شكل اللادا من برا كلاسيك، من جوا محافظه على الجير تبعها، اكيد الديتاس كمان، يعني بنشوف بعضه فينتج، يعني صح. الشكل القديم، بس هذا شيء حلو، هذا شيء حلو للاوف رود، في كثير اشخاص بحبوا هذا ستيل طبعا. لانه هو بيجي 5 مانيوال سبيد، في عندك الجير الفور لو فور هاي، هذا بيستعمل بالاوف رودينج، يعني قليل ما تلاقي السيارات اللي موجود فيها هيدا الفيتاس للاوف رود، يعني هيدا العزم من هون كمان ببين كيف تقدر قوة التورك بالنزلات وبالطلعات وقت الاوف رودينج. صار في عندنا باور ستيرنج ومن جوا، هيدا بنحكي فيها من جوا شوي. أوكي. الراديو تبعها صار في ام بي 3 اوكزيلري سيستم، في عندنا صح، في عندنا 1 سي دي كمان، وعندنا للسيتس، السيتس هيتد، يعني اتس فيري جود كمان للشتويه ولوقت ما يكون الواحد بالثلج، هيتد سيتس وفولدبل سيتس كمان، المقاعد كلياتها جوا بيقدر الواحد يقربها اذا عنده كثير غراض. اوكي، يعني السياره كثير عمليه، كثير مناسبه للاوف رود كمان لكل يوم، خاصه بفصل الشتاء اللي قاطعين عليه قريبا. هيدي كانت جولتنا على داخل السياره، رح نتابع اكيد حديثنا عن لادا اوربن، نحكي اكثر عن المحرك. تابعين حديثنا اكيد مع هبه عن اللادا اوربن، وصار وقت نحكي عن المحرك، اربع سلندر بطبيعة الحال، اربع سلندر 1700 سي سي 1.7 83 حصان، بس مثل ما قلنا التورك اللي هو التورك اللي هو قوي، يعني بدك تقول لي انه 83 حصان، رح اقول لك انه هو تعتمد عليه بالتورك تبعه وبقوه العزم. ما انا سياره للسرعه على كل حال، اللادا سياره للطرقات الصعبه ولل للمهمات للمهمات المهمات الاوف رودينج، وحل وثلج اللي بدنا اياه، وحل ثلج وجور عندنا هون بالشتويه اللي بتصير كله هيدا. اذا منيح الجور يعني بحقد كثير، يعني بيرفكت السياره وخاصه لطرقاتنا ببيروت. نعم، وكمان في السيفتي سيستم،
السيستم اذا بدنا نحكي شوي عنه الاي بي اس في البريك اسيد في كمان الاموبيلايزر يعني كمان للتصحيط للكوي لهيك اتس فيري جود الكار هيدي ان اديشن للانجن واي 70 هلا شو رايك نعرف المشاهدين بعرف لانه في سبيشال برايس للادا موجود في اليوم ستارتنج برايس بسوق لبنان رح نتعرف عليه بعد لحظات بعرف انه اللادا لما وصل رجع على السوق اللبناني بفضل ريمكو دخل بقوه مش بس كسياره مهمه مثل ما حكينا بل بسعر منافس جدا صح لأفرد كار ما بتلاقى بهيك سعر ونحن هلا عاملين سبيشال برايس سيل يعني هو عاملين يو كان سيف $1000 على التو صح على التو دورز وعلى الفور دورز يعني السياره اللي معنا اليوم هي ستارتنج برايس اللي عم نشوفها بالاوتو فوكس اوفر برايس ايه اوفر اوتو فوكس حقهم اوكي ستارتنج برايس $12,999 للتو دورز هيك كان قبل عم ياخذوها ب $13,900 عم يوفروا $1000 صح ونفس الشيء كمان للفور دورز كانت ب $15,900 صارت ب $14,900 مسجله خالصه يعني هذه انكلودد ريجستريشن اند في اي تي تبي اوت الجيل السعر شامل كل هول لا فعلا اوفر كثير كثير مهم خاصه اليوم غير انه كان السياره سعرها كثير كثير حلو اليوم بعد $1000 اقل من السعر العادي بلس تبي اوت الجيل يعني بالكومبيتيشن تبع بالمنافسين كاوفرودينج كسياره 4 باي 4 عم تاخذها عم تستعملها 4x4 all time صحيح سيارة كتير منافسة بالسعر هيبا أكيد تيست درايف موجود في كتير أشخاص يمكن بعد ما سيقوا لادا بحبوا يجربوا هالسيارة أكيد أكيد تيست درايف موجود على التو دورز وعلى الفور دورز كمان سيرفيس سنتر أكيد مع كل القطع سيرفيس سنتر مع تكنيشنز مع سبيشاليزد أريا بس للادا موجود عندنا بس سبيشاليزد سيرفيس سنتر للادا في تكنيشنز للادا انجينيرز للادا والوارنتي تبعها 3 سنين او 50000 كيلومتر وكمان نحن موجودين بفرع الشياح بفرع جل الديب بفرع بعقلين واي حدا بحب يجرب التست درايف بجربها اتصال واحد اكيد شكرا لك على كل هالمعلومات عن اللادا بنشوفك بحلقات مقبله مشاهدينا هاي كانت سيارتنا لليوم اكيد بكره سياره جديده باوتو فوكس اكيد على ام تي في الى اللقاء